صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير في هذا يوم الجميل، يوم الاثنين اللي حبك الاثنين، ثاني يوم من أيام الأسبوع. إن شاء الله كان يوم الأحد بداية أسبوع جميل، أسبوع موفق، أسبوع قدرنا نحقق فيه بعض من طموحاتنا، من أهدافنا، نخدم فيه هذا البلد المعطاء، بلدنا الإمارات. نطلع عليكم إحنا اليوم من برنامج صحة وسعادة من هذا البلد الجميل، وبالتحديد من إمارة دبي الجميلة، ومن عبر أثير نور دبي 93.9 برنامج صحة وسعادة اللي يطلع عليكم كل يوم من الأحد إلى الخميس، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي عشان نعطيكم آخر أخبار الصحة. خدمات هيئة الصحة بدبي، يكون عندنا ضيوف مميزين رائعين يطرحون مواضيع مهمة، يجاوبون عن أسئلتكم، يكون عندنا آخر أخبار الصحة، جديد السوشيال ميديا، وأكيد فقرة التغذية اللي متعودين عليها كل يوم لنناقش فيها مواضيع تهمكم عشان تكونوا دائما في صحة وسعادة. طبعا أول شيء لازم نذكركم أرقام التواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006، ومع أرقام التواصل نذكركم جميعا بضرورة أخذ لقاح الإنفلونزا بما أننا لا نزال في موسم الإنفلونزا. تطعيم الكوفيد-19 عفوا مهيمن حاليا، الناس دائما خذ صيني خذ أمريكي، البوستر دوز، الجرعة الثالثة، الجرعة الداعمة وغيرها، لكن لا يزال تطعيم الإنفلونزا موجود. ومو كل حالات الكحة والزكام هي كوفيد، عفونا وايد من عبارة عن فيروسات الزكام العادية، فيجب أن نأخذ لها التطعيم. تطعيم يساعد في تخفيف أعراض الإنفلونزا بشكل كبير، من إذا كان حرارة، طبعا التهابات الصدر مثل ما نسميه إحنا بالعامية، التهاب ينزل على الصدر ويستوي التهاب في الصدر ونحتاج مضاد، كل هذا إن شاء الله يساعد أخذ تطعيم الإنفلونزا في التخفيف من الأعراض بشكل عام. فانصحكم جميعا أي حد عنده طفل من عمر 6 أشهر فما فوق بأخذ تطعيم الإنفلونزا. ترمون تحجزون موعد في مراكز قطاع الرعاية الصحية الأولية، أي مركز قريب لكم أو أي مركز فضول تأخذون في التطعيم، روحوا، الإجراء ترى جدا سريع، لكن يجب أن نأخذ تطعيم الإنفلونزا. ومن تطعيم الإنفلونزا نروح لآخر الأخبار. شو يقول الخبر اليوم؟ اليوم الخبر بيزعل فئة من المجتمع لكن رح يسعد الباجين. الخبر شو يقول؟ يقول نيوزيلندا تخطط لحظر التدخين للأجيال المقبلة، راحت عليهم مدخنين. قالت وزيرة الصحة النيوزيلندية المعاونة الدكتورة عائشة فيرال في مؤتمر صحفي مؤخرا أنه بموجب التشريع الجديد المقترح سيتم رفع السن القانونية البالغة 18 عام لشراء التبغ بشكل تدريجي في نيوزيلندا. يعني في نيوزيلندا ومعظم الدول عمر 18 سنة هو العمر المسموح فيه لشراء التبغ، فراح يرفعون العمر. وقالت نريد أن نتأكد أن الشباب لا يبدأون التدخين أبدا، لذلك سنجعل بيع أو توريد منتجات التبغ المدخن إلى مجموعات جديدة من الشباب جريمة، ومشيرة لأن الأشخاص الذين يبلغون من العمر 14 عاما عندما يدخل القانون حيز التنفيذ لن يتمكنوا أبدا من شراء التبغ بشكل قانوني. واللي يفكر مثل ما هي تقول يتحايل على القانون ويبيع من تحت الطاولة يكون فيها تعتبر جريمة. وتخطط الحكومة لطرح مشروع القانون على البرلمان في عام 2022 كجزء من حملة للحد من انتشار التدخين في المجتمع إلى أقل من 5% بحلول عام 2025. ووفقا للبيانات الحكومية تم تصنيف 13.4% من سكان البالغين في نيوزيلندا على أنهم مدخنين. قالت فيرال أيضا لا يزال التدخين هو السبب الرئيسي للوفاة التي يمكن الوقاية منها في نيوزيلندا، فيجب أن نأخذ تدابير الاحتياطية. والله مو بس في نيوزيلندا، في كثير من الدول أحد الأسباب الوفاة للبالغين سواء رجال، طبعا أكثر شيء رجال للأسف، هو التدخين وما ينجم عنه من أمراض، من سرطان. حتى تذكرون لما طلع الكوفيد قالوا المدخنين أكثر عرضة لمضاعفات الكوفيد 19 من غير المدخنين، لأن أصلا وظائف الرئة تكون عندهم غير سليمة 100% نفس الشخص العادي، بالتالي هم أكثر يتعبون لما يجيهم الكوفيد. فهذه حملة في نيوزيلندا، وإن شاء الله يكون يسمحون بشراء التبغ من عمر 30، أي حد تحت 30 ما لا يسمحون بشراء التبغ، لأن فعلا التدخين آفة للأسف وإدمان. وبما نتكلم عن التدخين نذكركم أن عندنا في
قطاع الرعاية الصحية الأولية موجودة عيادات الإقلاع عن التدخين، العيادة مفتوحة لكم من غير تحويله من طبيب الأسرة، تعتبر عيادة اختصاصية لكن من غير ما يحتاج تحويله من طبيب الأسرة، تروحون لها حتى من غير موعد، تروحون العيادة تشوفون الدكتور. ودائما أقول حتى كنت أقول لمرضاي حتى لو أنت لا تفكر بالإقلاع عن التدخين، وايد يقول زي الدكتور أنا ما فا أنا ما بقى ما بأقلع، مو لازم تكون تفكر تقلع عن التدخين، بس سير وتشوف شو الخدمات اللي تقدمها هذه العيادة. والجميل ان الاطباء اللي قاعدين في العيادة ما شاء الله اطباء رائعين، عندهم اسلوب، عندهم حوار جميل كذي، لما تروحون ترى ابدا ما بلومونكم، ادري هو دائما الواحد يخاف يصير يلومونه، انت ليش تدخن، انت ايش كثر تدخن، انت هالاسرع لن تطرح عليكم، راح يكون الجلسة عبارة عن سوالف مع الطبيب، يسمع منك يعرف انت شو نمطك في التدخين، متى تدخن وهالاشياء. صدقوني في نسبة كبيرة من المرضى بعد ما راحوا عيادة الإقلاع عن التدخين بدت يعني عندهم أفكار للإقلاع عن التدخين. هو مجرد زيارة العيادة ترى تعتبر خطوة أولى يعني تستحقون عليها صراحة تصفيق، إن حد يفكر إنه يصير خذ الخطوة الأولى حتى لو ما يفكر الإقلاع عن التدخين، بس لما تصير بتلاقي الخدمات الجميلة والطاقم الرائع الموجود، تسولفون معاهم تشوفون شو الخدمات الموجودة وإن شاء الله يساعدكم على الإقلاع عن التدخين. لأن التدخين صدقوني ما منه فائدة، هو عبارة عن متعة الثواني هذا اللي دخلهم فيها الجيجارة، لكن بعد هذا مضاعفات تتم معاكم سنين إلى سنين قدام. يعني فاستفيدوا من الخدمة الموجودة في قطاع الرعاية الصحية الأولية. ومن الخبر راح نروح إلى السوشيال ميديا وجديد السوشيال ميديا، ومثل ما تعودنا دائما معانا يكون أسمى الجناحي وهي مسؤول السوشيال ميديا في هيئة الصحة بدبي. صباحك وردي أسمى. نور السرور عليكم دكتور، على كل مستمعين إذاعة نور دبي. حياك الله. نرتب شوي من بعض النصائح اللي حطيناها في قنوات التواصل الاجتماعي. أول شيء بس نشجع الجميع قبل السفر بأخذ الجرعة الداعمة من لقاح كوفيد 19، وأيضا الحصول على لقاح الإنفلونزا، وهذا بما أنه موسم الإنفلونزا الموسمية. أيضا ننصح دكتورة ترومي تكلمي عن العيادة، عيادة المسافرين، أن لازم يسيرونها قبل ما يتوجهون لأي دولة سواء خلال جائحة كوفيد أو غير جائحة كوفيد. هالعيادة موجودة من سنين، يروحونها الجمهور قبل السفر ويعطونهم الأبديت من اللقاحات لازم يأخذونها حسب الوجهة اللي هم بيروحونها. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن كنا نحب أيضا نأكد عليها، توصلنا شوية ملاحظات عن جائحة كوفيد والحصول على التطعيم، سوري على التبرع بالدم. في حال الحصول على لقاح كوفيد 19 يمكنك التبرع بعد مرور 7 أيام من تاريخ التطعيم، سواء كان الجرعة الأولى أو الثانية أو الدائمة. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن الشروط اللي حاطينها في كوفيد خلال الجائحة للتبرع بالدم، أول شيء لا يمكن التبرع بالدم لمدة 28 يوم في حال كان لديك أعراض كوفيد 19، تخضع للحجر أو العزل الصحي، حصلت على نتيجة إيجابية لاختبار مسحة الأنف لكوفيد 19. تقريبا هالأشياء الشروط الموجودة لتبرع بالدم خلال جائحة كورونا. تقريبا هالأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى من الجميع زيارة عيادة المسافرين أو حصول على جرعة دعم قبل السفر. نتمنى لهم إجازة سعيدة بإذن الله، وأنتم بصحة وسعادة. شكرا يا أسمع، ساعات إن شاء الله دائم صحة وسلامة. شكرا. مثل ما قالت أسماء بخصوص عيادة المسافرين، طبعا الحين في قطاع الرعاية الصحية الأولية تم دمج عيادة المسافرين مع عيادة طب الأسرة، فوين ما تروحون بتلاقون تشوفون طبيب الأسرة، تطلبون منه تطعيمات حسب الدول أنتم بتسافرونها. يعني كل دولة طبعا بعض الدول تطلب تطعيمات خاصة مثل الحمى الصفراء، تطعيم الكبد الوبائي وغيرها وغيرها، لكن مهم جدا يا جماعة أن يكون عندنا هالثقافة قبل ما نسافر، أن مو بس تجهيز الشنط والأغراض ونتذكر خذنا أغراضنا، لكن أيضا من ناحية الصحية تطعيم الإنفلونزا والتطعيمات اللي لازم نأخذها للسفر لبعض البلاد. وطبعا أول شيء تكون أحدد متطلبات لزيارة بعض البلاد، ورقم 2 لحمايتنا وحماية صحتنا لما نزور هذه البلاد. فتذكروا دائما أنكم تتواصلون مع هيئة الصحة بتبيع على رقم المجاني 8342، على رقم المركز الاتصال 8342، وتستفسرون عن خدمات المسافرين، تطعيمات المسافرين، وتأخذون تطعيماتكم قبل فترة. لا تأخذون تطعيم ليلة السفر،
وايد ناس تينا ليلة السفر أو اليوم بيسافروا، يعني الحين في العيادة يأخذون تطعيم وسفرهم بالليل. التطعيم يحتاج أقل شيء إلى 14 يوم إذا ما خانتني الذاكرة، 10-14 يوم عشان يكون الأجسام مضادة. فما ينفع تأخذون تطعيم وتسافرون على طول. مثل ما قلنا، مثل ما نجهز أغراضنا للسفر نجهز أيضا تطعيماتنا للسفر، وتأكدوا من صلاحية جوازاتكم وبطاقات الهوية لو بتسافرون عشان ما نصدم في المطار ان جوازاتنا جري ما تنتهي. هذه جزء من تجهيزات للسفر، ما نهمل صحتنا. مثل ما نتاكد من وثائق السفر واغراضنا، صحتنا وتطعيماتنا ضروره جدا جدا. وممكن تستشيرون طبيب الاسره اذا بتسافرون بلد بارد. دكتور مثلا شو تنصحني؟ ممكن تعطي مثلا بخاخ للانف، نقط للاطفال، شراب، بحيث لو جاتنا اصبنا بالزكام هناك ممكن ناخذه. اذا بتسافرون مثلا رحلات سفاري او غيره، بعض الكريمات او المراهم لتغات الحشرات وغيره وغيره، او كريمات الفطريات. هذا جزء اساسي من تجهيزنا ترى لاي سفره عشان نكون دائما بصحه وسعاده. راح نطلع ان شاء الله الحين فاصل، بعد الفاصل بيكون عندنا فقره تغذية، بنتكلم عن فوائد الألياف الغذائية، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. ورجعنا لكم لنكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. للتواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. مثل ما ذكرنا لكم قبل الفاصل أن فقرتنا فقرة التغذية اليوم عن الألياف الغذائية. طبعا الألياف واحدة من أهم المكونات الغذائية والصحية الموجودة في الخضروات والفواكه، واللي دائما نوصي بها ونخبركم عن أهميتها وفوائدها العديدة. ودائما خبراء التغذية وأخصائي التغذية يتكلمون عن أهمية وجود الألياف ضمن غذائنا اليومي. وطبعا هذه كلها خلاصة دراسات وأبحاث كثيرة استنتجنا منها أن وجود الألياف الغذائية بشكل يومي في غذائنا مهم جدا. عن هالموضوع وفوائد الألياف الغذائية يسعدني يكون معنا الأستاذة سهير محمود، اختصاصية التغذية السريرية ورئيس وحدة التثقيف الصحي في هيئة الصحة بدبي. صباحك ورد أستاذة سهير. صباح الخير على المتابعين، ولكن للتصحيح أنا مش رئيسة التثقيف الصحي، أنا أخصائية تغذية سريرية فقط. فال زين إن شاء الله، فال زين إن شاء الله، فال بالخير إن شاء الله. أستاذ سهير، أول شيء نتكلم عن الألياف الغذائية وفوائدها. نعم، طبعا الألياف كثير مهمة، وهي عبارة عن جزء من النباتات عموما، يعني ما موجودة بالمصادر الحيوانية سواء بيض أو لحمي أو جبني أو سمك. لازم نعرف أنه ما فيها أبدا ألياف. ألياف موجودة بالنباتات عموما، يعني مثل الفواكه، الخضروات، وأيضا الحبوب، مجموعة الحبوب. في عنا أيضا نوعين من الألياف، يعني في عنا الألياف اللي بتدوب بالماء وفي عنا الألياف اللي ما بتدوب بالماء. الألياف اللي بتدوب بالماء هي مثل الفاصوليا بشكل عام، البقوليات، الشوفان، الموز، البطاطا، وايضا الاجزاء الطريه اللي هي مش القشر، يعني اللي خاليه من القشر، مثلا التفاح من غير قشره، الاجاص من غير قشره. وهي النوع من الالياف بتساعد على انه مثلا، يعني اذا في حدا الله يكرمكم عنده اسهال، هي النوع من الالياف ممكن انها تمسك المعده، يعني انه ممكن انها توقف الاسهال او تخفف من الاسهال. فكتير مفيده. بينما في عنا الألياف اللي ما بتدوب بالماء، اللي هي بتعمل زي بلك، يعني هيك زي كتلة بقلب الكولون، وبعدين الله يكرمك بتدفش البراز بسهولة بالكولون، وبتأدي إلى أنه تريح الشخص اللي عنده إمساك من الإمساك. مثلا أمثلة على هذا النوع من الألياف هي مثلا لما نحن نشتري خبز البر، هذا أحسن نوع خبز ممكن نشتريه. ما نشتري مثلا الخبز الأسمر العادي لأنه بحطوا فيه أصباغ، فهي الأصباغ مش بالضرورة بتعني إنه هذا الخبز فيه قشرة القمح اللي هي بتساعد على إنه إلها فوائد، يعني فيها فيتامينات كتير. لما نحنا نقشر القمح وناخذ الخبز الأبيض، نكون عم نحرم نفسنا من هالفيتامينات اللي ممكن إحنا نستفيد منها بقشر القمح. وأيضا هاي النوع من الألياف موجود بالمكسرات، الذرة، الجزر، العنب، التوت بأنواعه، وأيضا بقشر التفاح والإيجاص. شوفي سبحان الله، يعني بالفاكهة الواحدة في عنا نوعين من الألياف،
نوع ممكن انه نحن لما ناخذ الاثنين، الشخص العادي اللي ما عنده لا امساك ولا اسهال الله يكرمكم ممكن ياخذ التفاحه كامله بالكثير، الالياف اللي ما بتذوب بالماي والالياف اللي بتذوب بالماي. ولكن الشخص لما يكون عنده مثلا اسهال ياخذ لب التفاح، لما يكون عنده امساك ياخذ قشر التفاح، ويشرب مي كثير منيح. وطبعا الالياف يعني ممكن الناس هلا تتشجع وتروح تاكل كثير خضره وفواكه، بس اذا احنا مش متعودين على انه احنا ناكل خضره وفواكه بكميات كبيره، مفروض انه نقدمها لجسمنا بشكل يعني بشكل قليل ونزيده شوي شوي. ليه؟ لانه اذا بنصدم جسمنا بكميه عاليه من الالياف مره واحده، اللي بيصير انه الجسم بيصير فيه عسر هضم، بيصير فيه امساك، بيصير فيه غازات، بيصير فيه نفخه. فنحن ليش نعرض حالنا لهيك؟ لازم شوي شوي احنا نقدم لجسمنا الالياف ونزيدها بتدريج. وايضا لازم كمان يصاحب الالياف كميه كافيه من المي زائد المشي. هاي كثير بتساعد على تنظيم حركه الامعاء، مش بالضروره اذا الواحد عنده امساك انه تنظم حركه الامعاء. وغير هيك انه الالياف في لها عده فوائد اخرى، مثل مثلا تقليل الكوليسترول. ليش؟ لانه الالياف بتمسك بالدهن الزياده الموجود بالاكل وبنزل الله يكرمكم بالبراد، فجسم ما بيمتص الدهن الموجود بالاكل يعني 100%. غير هيك بيؤدي الى تنظيم السكر في الدم، لانه الالياف بتمسك بالسكر الموجود بالاكل، فبالتالي بتطلع السكر الموجود بالاكل بشكل بطيء وثابت الى الدم، فبتحمينا من ارتفاع مفاجئ في السكر وهبوط مفاجئ. فالاحسن دائما ان ناخذ الرز البني، نتعود على الرز البني، او ناخذ مثلا فريكي بدل الرز، او برغل اسمر مثلا بدل الرز. او فينا مثلا اذا كثير عم نتعب من الرز البني لانه يعني كثير الياف ممكن بيعمل نفخه لبعض الناس، ممكن انه نحن نخلط الرز الابيض مع البني وناكله مثلا مع الصالونه او اليخني، عرفتي؟ علشان ناخذ الفائده، ولانه اصلا الريكومنديشنز يعني عاملين التوصيات تعيس يعني منظمه التغذيه العالميه بوصوا انه نحن نخلي نص الحبوب اللي نحن بناخدها كاملة، مش بالضرورة كلها تكون كاملة. يعني فينا مثلا الصبح ناخد خبز أسمر، خبز البرد، فينا على الغداء ناخد شوية رز، ما بيأثر. غير هيك انه بتساعد على تنظيم، يعني الدراسات اثبتت انه الناس اللي بياخذوا الياف بكميه كافيه يوميا هذا الشيء بيؤدي الى انه هن ما يزيد وزنهم كثير. ليه؟ لانه زي ما حكيت قبل انه بتنظم الشهيه، لانه بتنظم السكر بالدم، وايضا بتقلل امتصاص الدهون بالجسم، فبالتالي هذا حينعكس 100% على الوزن. غير هيك انه ممكن الالياف سبحان الله انها تخفف من عرضة الإنسان ومن الخطر إنه يصير في عنده لا سمح الله سرطان بالكولون أو سرطان بالأمعاء بشكل عام. ليه؟ لأنه الألياف تمسك بكل السموم الموجودة بالأمعاء سواء الدقيقة أو الغليظة، وبنزل الله يكرمكم بالبراز، الجسم ما بيمتص هاي السموم، فنحن بنكون هيك عم نساعد حالنا. وكمان الإمساك والإسهال وهالأشياء هاي. هلا نحن بنيجي لنقطة إنه نحن كيف ناكل ألياف. منظمة التغذية العالمية بتوصي إنه نحن ناخذ 14 جرام من الألياف لكل 1000 سعرة حرارية. يعني إذا أنا بحتاج مثلا 2000 سعرة حرارية، مفروض إني آخذ خلال اليوم 38 جرام من الألياف. هذا الشيء كيف يترجم عمليا؟ يترجم عمليا على إنه نحن ناخذ مثلا حبتين إلى 3 حبات أو 4 حبات فاكهة خلال اليوم، وناخذهم بين الوجبات. ليه؟ لأنه امتصاص الفيتامينات بيكون أحسن لما ناخذ الفواكه على معدي فاضي أو شبه فاضي، ما يكون فيه أكل كثير. لأنه إذا بناخذ الفواكه بعد الأكل مباشرة، نحن أكلين والله مندي ولا أكلين كبسي، الجسم مش رح يعرف شو يمتص. غير هيك يعني كمان لازم ناخذ صحنين سلطة باليوم يكونوا متوسطات الحجم. مثلا إذا شخص بياكل كثير، يخلي صحن كبير مثلا عبارة عن 8 إنش أو 10 إنش، يكون مثلا نص خضروات، ربع رز، والربع الثاني مثلا صالونه او لحمي او جاج او سمك وات ايفر. الشخص اللي بياكل كثير، مثلا احنا العرب بناكل كثير، ما بنشبع من صحن بس 10 انس، لازم ناكل ونتني وهيك. فاول شيء فينا ناخذ صحن سلطه كبير لحتى نشبع هيك ونعبي المعده. بعدين ما بيبقى في مجال كثير للرز والصالونه واليخني وهالاشياء، فهيك بنكون عم نشبع وبنفس الوقت عم نقلل كمية السعرات الحرارية اللي عم بتفوت جسمنا، لأنه الخيار والخس والرويد والجرجير وهالأشياء ما فيها كالوريز تعتبر، يعني تعتبر نحن بنعتبرها أخصائيين التغذية إنها زيرو كالوريز، يعني الواحد يأكل خيار قد ما بده، بس طبعا كترته بتعمل إسهال، فالواحد لازم كمان يدير باله. وفاينلي في عندي شوية يعني مثل نصائح كيف إنه إحنا نزيد الألياف غير اللي بالشوي. يعني نحن نحاول طبعا بس نزيد الالياف زي ما حكيت انه احنا نزيد المي كمان، لانه الالياف اذا زادت وما شربنا مي خلي مشكله الامساك عويصه، فبدنا نحاول انه نساعد حالنا بهالطريقه.
غير هيك انه بدنا نركز على الفواكه الموسميه. اول شيء الفواكه الموسميه بتكون ارخص، ثاني شيء بتكون فائدتها اعلى. لما ناخذ مثلا البنجة بالشتويه وهي موسمها بالصيف، اللي بيصير انه الفائدة اللي فيها تعيد الفيتامينات بتكون خفت وقلت. ليه؟ لانه هي محطوطه ببرادات ما بعرف شو. بس طبعا في بعض الدول اللي هي بتنتج مانجا طول السنه مثلا مثل مصر. ليه؟ لانه يعني يعتبر نوعا ما مناخ استوائي، تمام. فالمانجا المصريه طول السنه طيبه. غير هيك بدنا دائما نحاول انه ناخذ الحبوب الكامله. اذا نحن اخذنا خبز ناخذ الحبوب الكامله، حتى السيريال يعني مثلا الكون يعني الايين انه حبوب الافطار اللي هن بسموها حبوب الافطار اللي مثلا الكورن فليكس وهالاشياء دائما ناخذها الحبه الكامله. وايضا على فكره البوب كورن يعتبر الفشار، يعني يعتبر وجبه خفيفه جدا كويسه، سبيشلي اذا كان معمول بالبيت بنتفت ملح ونتفت زيت. ليه؟ لانه بيعطي احساس بالشبع، وكميه كبيره منه يعني جات صغير او 3 كب، والكب عبارة عن 220 ل 250 جرام. هذا الشيء بيعطينا إحساس، بيكون عبارة عن حصة نشويات واحدة يعني 15 جرام، يعني ما فيها كالوريز كتير أبداً البشار، بنفس الوقت فيه ألياف بمشي البطن. فأحسن ما ناكل سكيتلز وإمينامز ناكل بشار وقت اللي نحضر موفي. غير هيك لازم أنه نحاول أنه يعني مثلا نحط شوية شوفان بالشوربة، نحاول انه هيك ندخل هاي الحبوب على اكلنا. مثلا ممكن نعمل تبولي بالكينوا، فيها بروتين وفيها كتير فايبر. ممكن ناكل شيا سيد الصبح مثلا مع السيريال تاعيتنا. ممكن نعمل شيا بودين كمان بالليل، مثلا نتفت حليب او يوغرت ونحط معاه شيا سيد. الشيا سيد فيها كتير فايبرز وكتير مفيد، يعني تعتبر سوبر فود. نعم. وكمان نستخدم الفاصوليا والبقوليات بشكل عام بأكلنا، ولكن إلا إذا بتعملنا نفخة طبعا ومنعاني منها، إما أنه منصير نحط كمون بالأكل أو أنه منصير نخفف هالأشياء. هي مفيدة ولكن نحاول نخفف منها، لأنه ممكن شوي تعمل تعب بالمعدة، لأنه فيها شيء اسمه resistant starches اللي هني هدول صعب هضم على الجسم، فممكن يؤدوا إلى أنه يعملوا نفخة وهيك عند بعض الناس أكثر عن غيرهم. وايضا فينا انه نحط فواكه فريش للروب، مثلا الجريك يوغرت فيه نسبه بروتين اعلى عن الروب العادي فبيعطي احساس بالشبع. فينا انه مثلا نحط فواكه ونحط شويه نعمل جرانولا بالبيت احسن من نشتريها من السوبر ماركت، لانه بكون فيها مواد حافظه كثير وملح من السوبر ماركت. لما نعملها بالبيت في كثير وصفات اونلاين ممكن الناس تلاقيها بتكون فيها سكر اقل، بنتحكم نحن شو نوع الزيت اللي بنحطه، قد ايه عم نحط زيت، ويعني كثير سهل انها تنعمل بالبيت. غير هيك زي ما حكيت قبل شوي انه نستخدم الخبز البني، او انه نخلط الخبز البني مع الابيض. بس طبعا الخبز البني طريقه طبخه تختلف عن الخبز الابيض. الخبز الابيض بيستوي اسرع بكميه مي اقل، بينما الخبز البني بده مي اكثر وبده وقت اكثر لحتى ينطبخ ويسرع. تمام. وهيك انا بكون خلصت. اذا بتحبوا ناخذ اسئله او شكرا لك. شكرا ما شاء الله كفيتي ووفيتي استاذة سهير محمود اخصائية التغذية، ما شاء الله يعني غطيتي تقريبا الالياف من جميع النواحي، معلومة جدا 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 مهمة مفيدة. طبعا استاذة سهير مرت على السريع بفوائد الالياف، الامراض اللي تقينا منها، كيف نتناول الالياف بالطريقة الصحيحة، واكيد موضوع الالياف يطول وان شاء الله اكيد بناخذه مرة ثانية في حلقات قادمة. شكرا لك استاذة سهير محمود اختصاصية التغذية السريرية، يعطيك العافية، نهارك سعيد. الله يعافيك، نهاركم سعيد. شكرا شكرا لك. طبعا ما شاء الله كفت ووفت بموضوع الألياف وأهمية الألياف، ودائما نتكلم عن الألياف وأهميتها وليش لازم نتناول الألياف. وهذه رسالة خصوصا للبنات اللي دائما هذا ذكرت بصحة وسعادة من قبل، دائما يشتكون شعرهم باهت، بشرتهم باهتة. أحد أسرار البشرة الجميلة تناول الألياف لتعطيك جهاز هضمي سعيد. إذا جهازك الهضمي سعيد بشرتك تكون سعيدة، لأن ما لا ننسى أن جهاز الهضمي هو يتولى التخلص من كل السموم اللي تكون في جسمنا. إذا هضمك سليم بشرتك راح تكون أفضل وشعرك راح يكون أفضل. لا تعتمدون على المكملات الغذائية فقط، خلي هضمك سعيد وزين
راح تلاقين صحتك بشكل عام راح تكون افضل. فتناول الالياف كل يوم، صحن السلطه ما شاء الله. محمد دائما اقول يوم تروحين السوبر ماركت حتى الخضره تلاقينها مقصصه، يعني حتى الخضره مقصصه وجاهزه، الخس مقصص والخيار مقصص والجزر بس حط اغسليهم وحطيهم في صحن واحد وحطي عليهم على التتبيله اللي انت تبينها. ويفضل تاخذون تتبيلات او تسوون تتبيلاتكم في البيت، لا تشترون التتبيلات الجاهزه لانها غنيه بالسعرات الحراريه بالملح والسكر والزيت. فسووا دائما تتبيلات البسيطة، ليمون ملح فلفل أسود ورشة زيت زيتون، أحلى تتبيلة. تأخذون فيتامين سي من الليمون، مضادات الأكسدة من الليمون، والألياف من الخضروات الموجودة في السلطة، فتأخذون أكثر من فايدة. رح نطلع إن شاء الله فاصل، بعد الفاصل نواصل. صحة وسعادة، صحة وسعادة. حياكم الله في الفقرة الثالثة والأخيرة من برنامج صحة وسعادة. نذكركم أرقام التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. فبداية الحلقة كنت أكلمكم بأهمية أخذ التطعيمات، ومنها تطعيم الإنفلونزا. طبعا مع موسم الشتاء، وشتانا أجمل شتاء في العالم، يدخل العالم إلى موسم الإنفلونزا ونزلات البرد وغيرها من الحالات الصحية المصاحبة للشتاء وانخفاض درجة حرارة الجو، وحرصا منها على حماية المجتمع من الأمراض وخاصة الموسمية منها، والتي تؤكد اتجاهها على أهمية التطعيم ضد الإنفلونزا على وجه التحديد، لما في ذلك من حماية ووقاية من هذا المرض. بنتكلم عن هذا الموضوع. يسعدني يكون معنا اليوم الدكتورة مريم الحلبي، اختصاصية طب الأسرة في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير يا مريم. صباح النور. هلا فيك مريم. طبعا واحدة من الطبيبات الرائعات في هيئة الصحة بدبي، أنا كان يعني لي الشرف أن أشتغل معاها فترة، طبيبة رائعة، والمرضى ما شاء الله وايد يحبونك يا مريم صراحة، يعطيك العافية. الله يعافيك يا دكتورة. مريم حبيبتي، نبتدي أول شيء نتكلم قبل ما نبتدي بتطعيم الإنفلونزا، نتكلم عن الإنفلونزا نفسها وأعراضها. كيف نعرف ان اصلا عندنا انفلونزا؟ طبعا الحين وسواس الناس ان اي مرض يجيهم، اي زكام، اي كحه، حتى لو حشم خشمهم شويه يفكرون هو كوفيد. فنتكلم عن الانفلونزا واعراضها بشكل عام. اوكي، اول شيء دكتوره صباح الخير. صباحك ورد. اول شيء دكتوره، الانفلونزا الموسميه بنفرق ما بين الانفلونزا وما بين الكومن كولد اللي هي نزلة البرد وما بين الكوفيد. الانفلونزا هي عبارة عن موسمية يعني تصيب الجهاز التنفسي اللي هو الأنف والشنجرة، وأحيانا تنزل على الرئة. طبعا نقدر نفرق بينهم بين حدة الأعراض. شدة الأعراض إذا كانت مثلا الانفلونزا العادية اللي هي مثلا النوع A ولا B، يكون أعراضها شوية قوية مثل الصداع، الحمى، القشعريرة، ألم في الجسم، احتقان، السعلة تكون شوية قوية. لكن إذا كانت نزلة البرد بتكون مثلا راني نوز، يعني فيران الخشم، خشم سور ثروت اللي هو الاحتقان البلاعيم خفيف. لكن إذا كانت كوفيد هاي شيء ثاني، طبعا تكون شدة الأعراض أقوى. فنحن نفرق ما بينهم، ما بين اللي يعني شدة الأعراض على الشخص نفسه. ممتاز. نتكلم الحين عن تطعيم الانفلونزا. في وايد من الناس تقول مو لازم ناخذ تطعيم الانفلونزا ما دام خذنا تطعيم الكورونا هو الاهم، الانفلونزا عادي ما يستوي شيء، ايش كثر يعني انفلونزا. ف شو رايك بموضوع تطعيم الانفلونزا، وليش هيئه الصحه تدقق على موضوع ان الناس لازم تاخذ تطعيم الانفلونزا حتى لو خذت تطعيم الكوفيد؟ هي لان فيروس الانفلونزا غير عن فيروس الكوفيد. يعني تطعيم الكوفيد اللي خذوه بيغطي الكوفيد، فيروس الكوفيد نفسه، لكن تطعيم فيروس الانفلونزا شيء ثاني. فنحن نحب دائما نعطيهم لفئه معينه من الناس، هي كل الفئات طبعا، بس في فئات معينه نشدد عليها. نحن في هيئه الصحه طبعا نبدا نعطي التطعيم من 6 شهور بما فوق، يعني من شهور عمر البيبي لين عمر 65 وبما فوق. ونعطي للناس اللي عندهم أمراض مزمنة، للناس اللي عندهم مثلا ياخذون بعيد الشر عن السامعين الكيماوي، أو اللي عندهم أمراض نقص المناعة، شرات الإيد، فهذين نشد عليهم أكثر عشان نخفف عليهم الأعراض لو جت لهم الإنفلونزا. دكتورة مريم أمس بقاطعت شوي، عندنا مداخلة من عند أم فهد. صباحك وردي أم فهد. عليكم السلام. هلا والله. هلا فيك.
تفضل يا فهد. عندي سؤالين. فضلي. السؤال الأول، أنا مطعم عيالي تقريبا من شهرين تطعم الانفلونزا، وابني بيكمل 12 شهر 12 سنة هالشهر، هل عادي أن أعطيه الحين تطعيم الكوفيد اللي هو ما أعرف أعطيه سينوفارم ولا فايزر؟ أوكي. السؤال الثاني، أنا ما أخذ 2 سينوفارم وخفت 1 فايزر، بس الثاني صارت عنده ظروف ما رحت، مفروض شهر 10 بدايته كنت أخذه، وصارت عندي مشكلة في صدري، فقالوا لي من الأحسن أنك ما تأخذين التطعيم الحين، تصبرين شوية. بس هل أبغي أعرف متى أرجع الحين وأخذ التطعيم؟ ممتاز، شكرا لك يا أم فهد، تسمعين الجواب إن شاء الله. شكرا. هلا. العفو. هلا. إنزين دكتورة مريم، تقول ما أعطي عيالها تطعيم الإنفلونزا من شهرين، والحين هل ممكن تعطي عيالها تطعيم الكوفيد أو لا؟ هي إذا هم على حسب الغايدلاينز هم سنة 12 سنة، عمرهم اللي سمعت هي عمرها 12 سنة، فتقدر. وما بين فرق ما بين تطعيم وتطعيم أتليست يكون 4 weeks، يعني 4 أسابيع ما بين تطعيم وتطعيم. ممتاز. ترشحته. الحين بخصوص تطعيم هي خذت 2 سينوفارم، خذت جرعة فايزر وتعطل، يعني تأخرت عن الجرعة الثانية جرعة ثانية الفايزر، فإحنا ممكن تحجز موعد عن طريق تطبيق هيئة الصحة، عن طريق مركز الاتصال، وتروح تاخذ جرعة الفايزر. طبعا نوصل الجميع بضرورة الالتزام بجدول التطعيم الموصى به، لأن جدول التطعيم يعطيكم أفضل نتائج لبناء الأجسام المضادة وفعالية التطعيم. لكن إذا صار أي ظرف مثل ما تفضلت أم فهد، كان عندها في ناس مثلا كانوا موجب في الفترة، في ناس كان عندهم أمراض، كانوا تعبانين، كانوا مسافرين، أيا كان تلاحقوا الحين، لا تأخرين أكثر يا أم فهد، تواصلي بهيئة الصحة اليوم أو تخلي على التطبيق واحجزي الجرعة الثانية من فايزر وفالج. طيب إن شاء الله تاخذينها، وألف سلام عليك. نرجع عند دكتورة مريم وموضوع عن أهمية أخذ تطعيم الإنفلونزا. مثل ما قلت ان الانفلونزا ينعطى مره كل سنه، لان الفيروس نفسه يتحور ويتغير مع كل سنه، فلما نعطي الشخص تطعيم الانفلونزا بنبني اجسام مضاده في الجسم، فاذا انصاب الانفلونزا راح تكون اعراضه جدا خفيفه، ما راح يحس فيها، مو مثل الانسان اللي ما اخذ تطعيم راح تكون شده الاعراض قويه عليه. صحيح. دكتورة مريم، تذكرتي ان تطعيم الانفلونزا هو احد طرق للوقايه من الانفلونزا، شو الطرق الاخرى اللي ننصحها نعطيها للناس، او نصيحه ممكن نعطيها للناس للوقايه من الاصابه بالانفلونزا؟ طبعا مثل ما تكرمتي دكتوره، اول وقايه هو اخذ اللقاح سنويا. ثاني طبعا الاشياء اللي نحن نعرفها اللي هي تغطيه الفم والانف عند العطس أو السعال، طبعاً لازم غسل الإيدين وتعقيمها، تعقيم الأسطح، الحد من الاختلاط، مثلاً شخص مريض ما يصير يختلط بغيره عشان ما يعادي غيره، وغسل الإيدين والحفاظ على النظافة يعني عشان ما يقلل من الوقاية من الإنفلونزا. ممتاز. دكتورة ماني، بما أنك أنت طبيبة أسرة وتشوفين ما شاء الله وايد أمهات وايد يهان في العيادة كل يوم، طبعا مع بداية موسم الإنفلونزا يعني الأمهات حتى قبل الكوفيد كانوا دائما يجيهم هذا الخوف أن أنا لا، عشان ولدي ما يضاعف عند المرض، ما يزيد عليه المرض، ما يتعب عقب العيادة، اكتبي لي دكتورة الحين مضاد خلي أخذه معي البيت، وإذا ما استوى بخير بعطيه المضاد. شو رأيك في موضوع الأمهات اللي يصرون على الطبيب أنه يعطي عيالهم المضاد الحيوي، رغم ان الطبيب يشرح له بشكل تام كامل ان اللي عند ولدها مجرد فيروس وما يحتاج الى المضاد الحيوي؟ هذا طبعا وايد يمر علينا بشكل يومي دكتوره، ان نحن نبى مضاد وولدي ما بتخس الا بالمضاد. المضاد ما راح يشتغل على الفيروس، لان مثلا الحين عند انفلونزا ونزلت برد، المضاد مهما خذيته هو ما راح يشتغل عليه، لان المضاد دائما نعطيهم اللي عندهم مثلا اعراض فيها بكتيريا الى اخره، راح يشتغل على البكتيريا ما راح يشتغل على الفيروس. احاول قدر الامكان ان انا اقنع الام، طبعا في امهات جدا صعب تقنعينهم دكتوره، فعندي اسلوب ثاني مثل ما انت تقولي مثلا اعطيني مضاد واذا ما خف ببدا فيه، اقول اذا ما خف ردي لي، انا هني بقيم حالته من اول جديد، لان حرام نعطيهم مضادات ولها سايد افكت، يعني لها اضرار جانبيه المضادات، فما نعطيها من غير ما يكون الطفل محتاج، خلي مناعته هو الطفل، يعني مثل هي هذا فايروس
مناعته هي تشتغل من نفسها، ما نعطي مضادات حيوية لأنه ما شاء الله مناعة الهوية ونقدر نمنع الفيروس مثل ما قلنا بالتطعيم الإنفلونزا السنوي، فرح يقلل هالشيء وهالأعراض. ممتاز، فهذه نصيحة دكتورة مريم إن يا أمهات يا جميلات، حتى لو أنت مقتنعة أن ممكن ولدك تعب بعدين، أو وايد من القصة نسمعها الأم تقول لا المرة قبل اللي طافت الدكتور قال ما يحتاج، وقبل يوم ينزل على صدره يطلع، كل حالة عن حالة تختلف، كل مرة يصاب بها الطفل بالمرض يختلف الوضع، فما نحكم على الموضوع وما نتسرع بأخذ المضادات الحيوية. أنا شاكرة لك دكتورة مريم الحلبي، أخصائي طب الأسرة في هيئة الصحة بدبي، وجودك معنا اليوم وحديثك عن تطعيم الإنفلونزا. شكرا لك، نهارك سعيد. شكرا. طبعا دكتورة مريم ما شاء الله شرحت لنا بشكل مسهب مثل ما يقولون موضوع التطعيم الانفلونزا، ومن المفروض ياخذه وليش لازم ناخذه. فلم يعني مثل ما يقول لم يفوت الاوان الى الان، احجزوا موعد التطعيم، روحوا انتوا عيالكم خذوا التطعيم. التطعيم جدا مهم لنا، مثل ما شفنا على مدى الاعوام والسنوات وايد من الامراض اختفت بفضل من رب العالمين وبعدين التطعيم. فخذوا التطعيم يا جماعه، تطعيم زين لكم، ولا توسوسون تسمعين كلام يارتك وخالتك ولا لا تاخذون التطعيم يضعف المناعة، هذا كلام غير صحيح. طبعا احنا ما بنعطي اي شيء للناس يضعف مناعتهم، التطعيم ما يتدخل في الجهاز المناعي، التطعيم يعود الاجسام يكون اجسام مضادة ضد الفيروس اللي موجود اللي هو في التطعيم هذا. يعني احنا اجسامنا الحين اذا ما تعرضت لهذا الفيروس ما عنده اجسام مضادة ضد هالفيروس، فليه ما يعني ميها الفيروس عشان نعرف كيف آية التطعيم. لما يجينا الفيروس هذا أول مرة، فيروس ألف مثلا جسمي أول مرة يتعرف عليه، الحرب اللي تقوم ما بين جهاز المناعي وما بين الفيروس، هني الإنسان لما يتعب، لما تجي الحرارة والأعراض والأمراض، لما يتعب من هذا الفيروس، ليه ما تتكون الأجسام المضادة أو جسمنا يكون الجيش اللي يقضي على المعتدي اللي هو الفيروس اللي داخل عندنا. لما نعطي التطعيم عشان نعرف نفهم ليش ما يأثر، يعني ما يخرب جهاز المناعة مثل ما البعض يتوقع. لما أنا أعطيه التطعيم أنا أعطيه فيروس يا يكون مضاعف يا يكون مثل تطعيم الكوفيد مثل فايزر عبارة عن جزء من الفيروس، فأنا أعطيه فما يكون بقوته الكاملة. يعني أعطيه حتى فيروس مضاعف يكون فيروس مو بقوته الكاملة أو يكون ميت مثل ما يقولون. فلما نعطيه في الجسم، الجسم يتعرف على هذا الفيروس ان هذا عدو جديد دخل، فيبدأ يكون الأجسام المضادة ضد هذا الفيروس. وراح تلاحظون بعد التطعيم نتعب شوي، تينا حرارة خفيفة، ألم في الجسم خفيف، بس ما تكون نفس أعراض المرض الحقيقي، لأن ما في فيروس يعني جهاز المناعة مثل ما يقولون ما يشتغل 100% يعني يطلع كل المواد اللي تقتل الفيروس وشي، لأن الفيروس أصلا ضعيف. هذه الذاكرة تتكون في الجهاز المناعي، تخزن في ذاكرة الجهاز المناعي إن هذا الفيروس. فلما نتعرض للفيروس المرة الأخرى شو يستوي؟ ما يمر في مرحلة المرض والتعب هذه، بسرعة الجهاز المناعي يتذكر يسترجع إن تعرض لنفس الفيروس، في الذاكرة موجودة كيف كون أجسام مضادة ضد نفس الفيروس، ويبدأ يشتغل على طول. فمثل ما تشوفون ما يخرم الجهاز المناعي. وأنا أنصح كل الأمهات فأعراض الزكام الخفيفة حتى مرضاي دائما يعرفون إن الدكتورة دائما في أعراض الزكام الخفيفة أقولهم لا تبتدون حتى بالأدوية في أعراض الزكام الخفيفة. يعني شوية عنده سيلان في الأنف، ما حرارة جدا بسيطة، احتقان خفيف، كحة خفيفة، دائما ابتدوا بالأشياء من غير أدوية. أنا دائما أفضل ما نكثر استخدام الأدوية لأن ما شاء الله جونا متقلب، برد حار مكيف داخل برد برا، الأطفال يمرضون بشكل متكرر. فحاولوا دائما تبتدون بالأشياء البسيطة في البيت. أنا دائما أشجع وأؤكد على أهمية شوربة الدجاج، جدا جدا مفيدة، وايد عليها دراسات، مثل ما يسمونها أمهاتنا ماي الدياي، يعني يفورون الدياي مع العظم ماله. شوربة الدجاج رائعة جدا، أول شيء ذوب البلغم، ثاني شيء تهدي الصدر على قولة أمهاتنا، ثاني شيء تخف حتى الاحتقان، مفيدة جدا جدا جدا. سوي شوربة دياي وحطي عليها ليمون معصور حديثا، مو ليمونة صالها سنة في الثلاجة مفرورة بتعصرينها لأن التطاير من هالفيتامين سي، قصي الليمونة في حزتها واحصريها على الشوربة، وعطوا حق عيالكم حتى في كوب يستانسوا لما يكون في كوب، مع ملح خفيف ورشة فلفل أسود بسيطة جدا يعطي شوية طعم، وتشوفوا كيف يهدي كحتهم شوربة الدجاج. فاتبعوا يا جماعة بعض الأشياء البسيطة في البيت اللي ممكن نسويها
عشان تساعد في معالجة الأعراض البسيطة. الأعراض البسيطة مثل ما أتكلم عن الأعراض البسيطة يبتدي الزكام. إذا وترى معظم حالات الزكام وأنا أتكلم عن خبرة مع عيالي أو عيال أهلنا أو مرضاي يشوفهم، معظم حالات الزكام ترى ممكن تروح بالأشياء البسيطة، تحميلة حرارة إذا عندك شوي حرارة خفيفة، شوربة دياي، أكثر السوائل، هالأشياء البسيطة في البيت. إذا اليهال شوي كبير ممكن تعطينا شوي عسل، يساعد جدا في التقليل من الأعراض. بعض الحالات هي ممكن تطلب والله لا أدوية وما أدوية وهالأشياء، لكن ممكن نتبع عندنا مثل يقول نظام في البيت لما تي زكام، سواء للصغار أو الكبار. ترى حتى في الكبار أنا حتى حق الكبار ما أعطي أدوية، مرضاي يعرفوا ما أعطي أدوية، لأن أقول كم الإنسان بياخذ أدوية عشان الزكام. تبعوا الأشياء اللي في البيت، شرب الأعشاب، بخار شوي، تشغلون جهاز بخار وايد يريح. فأحين من موضوع الزكام لدراسة حلوة جدا شفتها في ملحق البيان الصحي عن أهمية تناول الزبادي أو الروب يوميا. أنا أعشق الروب والزبادي، أحسه يعني فائدة متكاملة في صحن. أكد دراسة علمية جديدة أن تناول الروب أو الزبادي بصورة يومية يساعد مرضى ضغط الدم في التحكم به ووضعه تحت السيطرة. سلطة الدراسة التي أعدها باحثون جامعة جنوب أستراليا وجامعة من الأمريكية الضوء على العلاقة بين تناول الزبادي وضغط الدم وعوامل الخطر التي تؤدي للإصابة بمرض القلب والأوعية الدموية. وطبعا يعاني عدد كبير من الناس من أمراض ارتفاع ضغط الدم. أنا الحين الزبادي يقول مثير للاهتمام، ليش؟ لأنه يحتوي على بكتيريا تعزز إفراز البروتينات اللي تخفض ضغط الدم. طبعا كنا نعرف الزبادي غني بالبكتيريا النافعه، ودائما ننصح الناس ان الروب او الزبادي يكون ضمن اكلنا اليومي. واحنا الحمد لله الشعب بشكل عام عندنا روب دائما على الغداء، يحبون ياكلون مع العيش. فالزبادي او الروب غني بالخمار المفيده تجعل قولون قولون سعيد، هضمنا يستوي افضل. وغير شيء غني بالكالسيوم وغني بالفيتامين د، فهذا يساعدنا جدا على ناخذ الفوائد الغذائيه من الروب. وايضا شوفوا الدراسه تقول انه يساعد في بروتينات تساعد على تخفيض ضغط الدم. منتجات الحليب بشكل عام كلها مهمه جدا مثل ما قلنا عشان الكالسيوم وعشان فيتامين د، لكن الزبادي بشكل خاص ايضا له قدره على التخفيض من ضغط الدم. فحصوا على تناول زبادي كل يوم. إذا أنتم ما تحبونه ترى ما شاء الله أريد أقول روحنا السوبر ماركت بنلاقي خيارات لا منتهية من منتجات الألبان. تبون الروب العادي، تبون الروب بالفواكه، تبون الروب بالفانيلا، بالبلوبيري، بالفراولة، حطوا فيه قصصوا فيه خيار وشوي نعناع، يسوي حلو ولذيذ ترمون تأكلونه. حتى الأهل الصغار ترى يحبونه. عودوا عمركم على وجود هالأشياء بشكل يومي. إذا قطعنا خيار ونعناع مع الروب راح نستفيد من البكتيريا النافعة الموجودة في الزبادي، راح نستفيد من الكالسيوم الموجود فيه، راح نستفيد من الألياف اللي موجودة في الخيار، بس بشرط ما نقشر الخيار. احنا وصلنا إلى نهاية برنامج صحة وسعادة اليوم، إن شاء الله كنا خفاف عليكم خلال هذه الساعة الإذاعية، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا بحلقتنا اليوم. ونريد نوصيكم بضرورة أخذ لقاح الإنفلونزا، واللي مهيأ لأخذ الجرعة الداعمة خذوا الجرعة الداعمة، احجزوا عن طريق تطبيق هيئة الصحة بدبي أو عن طريق مركز الاتصال، وإن شاء الله جميعا نكون بصحة وسعادة. شكرا لك يا المخرج معي وائل قواسم، شكرا لك لوجودك معي اليوم، شكرا فريق الإعداد، شكرا المنسقين، شكرا لكل شخص أسهم في إعداد ونجاح صحة وسعادة. هذه محدثتكم دكتورة ندى الملا. أنا إن شاء الله بلتقيكم بعد أسبوعين أو ثلاث أسابيع، بكون في إجازة فرح يكون زملائي موجودين ما يقصرون إن شاء الله، فلن ألتقيكم مرة أخرى. أقول لكم دمتم بصحة وسعادة.